هلا معكم يا أحبة، نحن صرنا باليوم الخامس بوقفتنا الروحية فرح الرجاء، وبحب اليوم على ضوء كل يلي فكرنا فيه طيلة هالأربع أيام اللي قطعوا حول الرجاء، إنه أتساءل معكم مع إنه ما في أجوبة أكيد، وما بسمح لحالي إنه كون عندي أجوبة. كيف بدي أعيش أنا؟ كيف ممكن واجه الحاضر يلي بيتغلب علي الألم والموت والمرض والمشاكل والانهيارات والخسارات؟ كيف ممكن أتحمل كل يوم مصاعب الحياة؟ أسئلة كتيرة ما في عندي أجوبة عليها. لكن يلي أنا مقتنع فيه اليوم بمسيرتي الروحية إنه الرجاء ساكن فيي، وإنه الرجاء بدونه ما بقدر أعيش. منفكر دايما إنه نحن أصلا بحياتنا اليومية النجاح يلي بريده إجمالا بحصل عليه، ولكن الرجاء أنا حاصل عليه، مشان هيك أنا بريده. من هون الرجاء وفرح الرجاء بيسبقني، بينعرض علي ملكوت الله فيي، يعني عندي كل الخلاص وكل التطويبة أصبحت فيي. فبحياتنا قد ما بنعمل حسابات دايما عنا غدا شو بدي أعمل، غدا بده يكون أفضل، وبنسى أنه اليوم له قيمته بحد ذاته. من هون لازم يكون عندي الوعي والتأكيد أنه حتى لو غدا أكيد سيكون أفضل، لكن الأساس أساس أنه لازم افهم انه اليوم عنده قيمته. وهيدا انا برأيي بيطلعنا بالأنانية، بيطلعنا من هالعبثية، من هالحتمية يلي منعيشها. الأهم هو مش بس وين بدي أوصل، المهم كمان هو الطريق. مشان هيك نحن نترجى شخص موجود، وهالشخص من آمن بحضوره وعمله بحياتنا. مشان هيك الرجاء هو أساسي بالإيمان المسيحي، وخاصة باللاهوت الكتابي. نشوف إنه الإيمان والرجاء كلمة واحدة، كأنه الرجاء ما بيعني التفاؤل، ما بيعني الإيجابية، وما بيعني بساطة الحياة، ومنه قلة وعي لتحديات العالم اليوم، لأنه صرنا اليوم بسياسة الأسرع والتفتيش عن اللذة السريعة. مشان هيك منخاف إنه نواجه. من هون نحن منكون علامة رجاء. شو يعني؟ يعني منثبت إخوتنا بالإيمان. مشان هيك من المهم أن أكون أنا بدوري علامة رجاء للناس، لحتى يثبتوا بدورهم بالرجاء. الرجاء هي فضيلة، قوة معطاء لألي منذ المعمودية، وتعتمد على الإيمان يلي هو المادة الصلبة للرجاء. إذا نعمل كاريكاتير للرجاء أوقات، عن جد منخفف من هالقيمة العظيمة، الفضيلة العظيمة، نعتبره كأنه جايز نحصل عليها بالآخرة. صار الرجاء كأنه حبة دواء لحتى نسكت اللا معنى بحياتنا، وتمعنا معنى ما بنعرف نعطي معنى للأمور، منسكتهم بالرجاء لحتى نقدر نعيش ونكمل حياتنا مثل ما هي. ما لازم نخدر الناس بتعابير وشعارات. صرنا اليوم نخاف نواجه، وكأنه الرجاء هو الاستسلام وليس المواجهة. ملكوت الله فينا، والعالم اليوم منه هو جسر عبور، العالم اليوم هو حياتنا. مشان هيك الله ما بيقلي قديش انت عملت اشياء اليوم، بيقلي الشغلة اللي كنت عم تعملها كيف كنت عم تعملها، بأي حب كنت عم تعيشها. مشان هيك اوقات كتير الناس بيعتبروا انه الكنيسة اخترعت الألوهة والآخرة والسماء لحتى تضبط تصرفات الناس، وهيدا مش صحيح. لأنه في ناس بيناتنا اكتشفوا أمور عظيمة للحياة، رغبة شديدة إنه يلاقوا عالم الله يلي بلش هون على الأرض،
الرجاء منه لأن هناك آخرة، إنما لأنه اليوم أنا مع الله. من هون الرجاء منه دعوة للاستسلام، إنما يضع الإنسان على طريق الحق والحياة. هو أساسي جدا بحياة المسيحيين، لأنه بيضع المسيحي وين؟ على الطريق، وبيجعله يآمن إنه حياته على هالأرض ما بتنتهي. ولما منموت ما مندخل العدم بل الحياة، وهيدا بيكتشفوا بها الحياة. إذا كان المستقبل مضمون لإلنا، بمعنى إنه الله هو سيد الحياة، منلاقي معنى لحياتنا اليوم. المستقبل منه مسألة تحليلية، إنما هو ضمان لعيش الحاضر بملئه. يسوع ينظر لإلنا بكليتنا اليوم. نحن منا هيك موجودين كأنه يلا عيش من قلة الحياة، بكرة بتعيش الحياة. حياة بكرة اليوم، نعرف قيمتها بحياتنا اليوم. حب الله لإلي بيظهر لي ذاتي، بيخبرني إنه بيحبني وبيدعوني للتغيير بحياتي. مسيحية صحيح إنه هي بشرى سارة، بس هي كمان المسيحية حياة أعيش فيها البشرى السارة. المسيحية منا نظام أخلاقي، منا معلومات عن الله، هي تواصل ونقل بشرى السارة يلي تحدث نقل نوعي بحياة الناس، بتغير حياتهم وبتحولها وبتجعلها حياة جديدة. مشان هيك لما بيفتح الله لقلنا الحياة وبيساعدنا لحتى نفهم هالحياة، بيقلنا شو؟ بيقلنا حياتنا اليوم إلى قيمة، والرجاء بيساعدنا تنفهم هالقيمة. الإيمان والرجاء يا أحبة مرتبطين ببعضهم البعض. الإيمان هو الشوق إلى عالم جديد، حتى إنه الثروات كلها بهالعالم ما بتعود تروي غليلنا. مشان هيك منشوف إنه القدرات المادية اليوم ما بتعطينا السعادة. مشان هيك البابا بنديتو السادس عشر بيقول أمرين علينا الانتباه منهم. أول أمر ألا نضع ثقتنا بالعلم والتطور يلي منهم وما عندهم كل الصلاحية لفهم الرجاء المسيحي، بل إنه الحب الغير مشروط بيقدر وحده يخلص الإنسان وبيعطيه إنه يترجى. والأمر الثاني لازم ننتبه منهم هو إنه الرجاء لا يمكن حصره بالفرد، لأنه رجاء جماعي. جميعنا لدينا قضية ونعيش داخل الجماعة، ولكن ليس المطلوب بالوقت ذاته تحجيم الفرد فيها. من هون في عدة شخصيات كانوا ممر للرجاء بحياتنا، قديسين كتار، شهود، وحتى لو ما كانت الكنيسة أعلنتهم قديسين، لا يمكن لهذا الرجاء أن يدوم بدون شهادة قوية من أشخاص بالعالم. لسنا فقط خدام مذبح أو عملنا تأليه الله، إنما هذا المسيح المرفوع لا يحتاج أن أدافع عنه أو أن أموت من أجله، إنما هي دعوة لحتى أدخل بصلب هذا السر ويحولني لإله. أمانة هالناس شهود بهالعالم، علامات رجاء جعلتهم بموقع بالبشرية وصاروا ممر للرجاء، فتحوا لنا الطريق نحو الرجاء للثبات بهالبشرية داخل الشكوك. وليل الإيمان كانوا نموذج يطلب منا أن نستوعب، نتحمل صعوبات هالعالم فنقدم ألامنا اليومية. لذلك يا أحبائي الصلاة هي لسان الرجاء، وهي اللي بتعطيه الخصوبة
وبيعلمونا اصلا انه ما نهرب من هالعالم. الشخصيات اللي عايشوا الصلاة والرجاء علمونا ما نهرب من هالعالم، انما ان نلتزم بهالعالم فلا نكون من الذين يبكون على الاطلال او يخافون من الدينونة. هالشهود ونحن ايضا شهود اصبحوا لسان الرجاء وعطوا الخصوبة لكل هالناس من حولهم ليعيشوا الرجاء. هالأشخاص حولوا العالم من الداخل لأنه عايشوا القيم الإنجيلية. من هون الرجاء منه بالتخلي عن حوارنا مع العالم، الرجاء منه أبدا هروب من الأشخاص ومن الجماعة. يجب أن نتحاور مع أهل العلم لحتى نكتشف حقيقة هالعالم ونكون شهود فيه. من الضروري أن نتحاور مع المفكرين حتى نبرز الرجاء اللي بيسكن بكل واحد منا نحن المسيحيين. مشان هيك علينا يا أحبة أخيرا أن نخرج من التقوقع الفكري وندخل مسيرة إيمانية منورة إلى أن نصالح الإيمان مع العقل، وأن لا يكون هناك إيمان من دون عقل، أن نصالح ما بين الإيمان والعلم، أن نعيش الرجاء مع التطور. هيدا الشيء بيأكد لألنا نحن المؤمنين أنه نحن قادرين أن نعيش مع كل البشر، وأن نلازم كل البشر، ما نعود نخاف أبدا من الناس، لأنه نحن الرجاء فينا وعلينا أن نعيش ونكون فرح الرجاء. المجد للرب يسوع يا أحبائي اليوم وإلى الأبد. أمين.